احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز 209 على 1400، والذي يأتي استمراراً لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية في العالم، وبما يساهم في تطوير قدرات التسليح البحري ودعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها. حيث حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة، والتي تم بناؤها بترسانة شركة تيسين جروب الألمانية، بما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا، وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين الصديقين ودعمها لدفع علاقات التعاون والشراكة في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية. ونقل قائد القوات البحرية خلال كلمته تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام تلك الصفقة بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية. وأوضح الفريق أحمد خالد أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على أحدث الأنظمة، وأضاف إلى أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة وما تحويه من ثروات اقتصادية وأهداف حيوية على كافة الاتجاهات. حضر مراسم الاحتفال سفير مصر بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من كبار المسؤولين الألمان.